هنبدأ مع حضراتكم أخبار حلقتنا النهارده مع فريق نادي الزمالك. ووصلت إلى القاهرة بعثة القلعة البيضاء، طبعا قادمة من كنا عارفين من تنزانيا، بعد خوض نادي الزمالك مباراة أمام أرتا سولر البطل جيبوتي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. قرر على طول الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات النهارده الاثنين على إنسان فريق تدريباته بكره إن شاء الله يوم الثلاث، استنانا لخوض طبعا لقاء بيراميدز، اللقاء المهم مقرر لي يوم الخميس القادم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز اللي هتقام باستاد الدفاع الجوي. طبعا احنا شايفين طبعا لقطات من المباراة الأخيرة، وخسر طبعا نادي الزمالك بهدفين مقابل شيء. أكيد سوري بيحاول إن هو يلم شمل الفريق في الفترة القادمة بعد راحة نادي الزمالك، ويبدأ بقى الاستعداد بشكل قوي للمباراة. هتكون قوية جدا يوم الخميس الجاي أمام فريق بيراميدز، أكيد هزيمة أكيد يعني غير متوقعة من فريق طبعا يعني مغمور أرتا سولر، لكن بكل تأكيد المدير الفني طبعا سوري هيحاول إن هو يلم الشمل الفترة القادمة ويستعد بشكل قوي لضربة البداية امام نادي بيراميدز يوم الخميس القادم. كمان حرص اوسوريا على اعاده كمان مشاهده مباراه فريقه امام ارتا سولر عشان يوضع على الاخطاء اللي وقع فيها لاعبو نادي الزمالك وادت للخساره بثنائيه نظيفه. بيرغب كمان اوسوريو في العمل على تصحيح الاخطاء دي، سواء الفنيه اللي ارتكبها اللاعبين او الاخطاء كمان اللي وقع فيها لاعبو فريقه قبل مواجهه بيراميدز الجايه اللي هتكون قويه زي ما قلت لحضراتكم، التي لا تحتمل الخطا وهتشهد قوه ونديه كبيره جدا بين الفريقين. كمان طلب لاعبيه بضروره التركيز في التدريبات القادمه والسعي لتحقيق الفوز على بيراميدز ومصالحه الجماهير بعد الاخفاق الافريقي.